انا كابتن انيس انت شرفتني ونورتني ودايما ببقى سعيد الحقيقه لما بشوف حد من الناس المحترمه واللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. بحسيبك مع الكاميرا عايزك تقول رساله لكل جمهور النادي الاهلي وفي وجودك طبعا في البيت الكبير ده شرف كبير جدا لينا. طبعا شرف ليا سليم ان يكون معاك في البيت الكبير. سعيد جدا اني موجود في قناه النادي الاهلي، سعيد جدا اني اكون موجود معاك. ان شاء الله يعني جمهور النادي الاهلي اللي عندي مده ممكن ما شفتهمش اليوم فرحان اول حاجه بالتعليق، نشكرهم لانه كلها ايجابيه وكلها لسه في كتير قوي بس مازال يبرهن على الحب، الحب المتبادل بيني وبين الجماهير النادي. كل مره نجي لمصر الا ونكون سعيد لاني كيكون يعني نحظى باستقبال كبير ولا نحس انه الفرح ولا الفرحه في عيون الناس لما تستقبلك، فاكيد هذا كله ما يزيدني الا فخر وسعاده. وان شاء الله يعني اول وثاني حاجه ممكن مصر تغيرت بالنسبه للايام اللي كنت انا موجود ما شاء الله بنيه كبيره وما شاء الله يعني الامور اختلفت عن زمان كثير جدا يعني وللاحسن للاحسن وهذه تحسب طبعا لانه بصراحه يعني وليت كما نقولوا احنا قبله يعني الناس كل ولات تحب تجي لمصر ولا تعيش في 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 مصر. فان شاء الله هذه البدايه وان شاء الله مش تشوفوني كثير في الفتره القادمه وان شاء الله يعني ان شاء الله معلش لا نرجع نعيش في مصر ان شاء الله. تنور وتشرف في بلدك الثاني، دايما بتنور ودايما بتشرف وسعداء جدا بوجودك معانا انيس. اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. بارك الله فيك. شكرا اسلام ومتشكر وشكر اخر ليك، متشكر جدا على الاستضافه هذه ومتشكر جدا على الفرصه هذه. متشكر جدا للنجم الكبير، سعيد جدا طبعا بتواجد حد في قيمه انيس بوجلبان.